محطة جديدة من اللقاءات لوزراء خارجية دول الجوار الليبي تحتضنها العاصمة الجزائرية لبحث التطورات الأخيرة على الساحة الليبية في إطار جهود الدبلوماسية الجزائرية لتسوية سلمية للأزمة التي يعيش على وقعها البلد الجار. إن الوضع الراهن في ليبيا لا يحتمل التصعيد، وأن دول الجوار لها من المسؤولية ما يؤهلها للقيام بالدور المنوط بها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة وتسهيل الحوار فيما بينها، لوضع حد للمواجهات الدامية والانزلاق نحو المجهول. الاجتماع التشاوري ينعقد أياماً قليلة بعد مؤتمر برلين الدولي الذي حقق بحسب وزير الخارجية نتائج لا يستهان بها، مشدداً أن الجزائر ليست في منافسة مع أي مبادرة أخرى. يستوجب علينا كدول مجاورة لليبيا أن نكثف من جهودنا في المرحلة المقبلة في سبيل دعم مسار التسوية السلمية وحث طرفي أطراف النزاع على الانخراط في المسار السياسي والعودة إلى طاولة الحوار وتغليب روح المصالحة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة التي طال أمدها وباتت تهدد أمن واستقرار المنطقة بكاملها. الاجتماع المنعقد بمبادرة من الجزائر يضاف إلى سلسلة المبادرات الدبلوماسية التي قامت بها الجزائر مؤخرا لإقناع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن أي تدخلات أجنبية.